في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن مصر عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط عدد 473 عنصراً إجرامياً بنطاق 22 مديرية أمن، وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 289 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 56 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1171 قطعة سلاح ناري أبرزها رشاشان، 142 بندقية، و104 بندقية آلية، و63 مسدساً، و860 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، و130 خزينة، إضافة ل 1318 قطعة سلاح أبيض. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 590,616 حكماً قضائياً، من بينهم 2,335 حكم جناية، 207,340 حكم حبس، و 299,005 حكم غرامة، و 81,936 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 32 متهماً قاموا بارتكاب 39 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 86 حادث ما بين قتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 136 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1555 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها أكثر من 1354 كيلوغرام من مخدر الحشيش وما يقرب من 7,250 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر وكمية من بذور الخشخاش الأفيون وزنت 150 كيلوغرام وكمية من بذور القنب البنجو وزنت 125 كيلوغرام وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 40.5 كيلوغرام، كما تم ضبط أكثر من 15 كيلوغرام من مخدر الأفيون وضبط أكثر من 9 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى ما يقرب من 9 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 14,529 قرص مؤثر و 19,566 قرص ترامادول مخدر و 18,979 قرص كيبتاجون و 1,300 قرص إكستاسي، كما تم إبادة 125 فدان منزرعة بنبات القنب البنجو. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 386 مليون جنيه.
كما تم ضبط 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وكذلك تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 50 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.